كيهمناش الاداء قد ما كيهمنا النتيجه بكل صراحه، لان حنا دابا حنا الاخرين في مركز كذا، ما خص شي حاجه تغير. الاتحاد الجمهوري كان شي حوايج خصهم يتغيروا بكل صراحه، كان هضرنا تلقائيه وخص شي حاجه تغير الاتحاد الجمهوري الخبيسات، لان انا لعاب وما راضيش على هذا الشيء بكل صراحه. ما كيشرفش لا الجمهور الاتحاد الجمهوري الخبيسات لا مدينه الاتحاد الجمهوري الخبيسات.